ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح بينضم إلينا موفد إكسترا نيوز الزميل هشام عبد التواب. هشام، بعد التحية، أبرز ما لديك من مستجدات حتى الآن، تفضل. حورس، أبدأ بتطورات الميدانية هذه المرة. قبل قليل استمعنا إلى دوي قصف عنيف يطال عدد من الأحياء الشرقية في محيط الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري. نتحدث عن أحياء التنور والجنينة وعدد من الأحياء الشرقية في محيط المعبر، ونستمع أيضا إلى صوت تحليق الطيران، طائرات الاستطلاع المكثف على هذه المناطق. أيضا أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تحديثات جديدة متعلقة بارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، الذي يدخل اليوم 39 بعد 200، وترتفع الحصيلة على حوالي 36,000، بالإضافة إلى أكثر من 82,000 من الإصابات. أعلنت الصحة في غزة عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي حوالي 5 مجازر خلال 24 ساعة، وراح ضحية هذه المجازر عدد كبير من الشهداء والمصابين، أكثر من 95 شهيدا و350 إصابة حتى الآن، ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني والإسعاف الوصول إلى المناطق التي يتم قصفها نتيجة للقصف المستمر والكثيف، وعدم استطاعة هذه الطواقم للوصول إلى الضحايا وتقديم الخدمات للمصابين أو تقديم العلاج اللازم لهم. هذا فيما يتعلق بالوضع الميداني حور. الوضع الإنساني وعملية دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم لم تتغير كثيرا منذ صباح اليوم. لم تدخل أي شاحنات للمساعدات عبر كرم أبو سالم، لأن اليوم السبت هو عطلة رسمية في إسرائيل، وبالتالي معبر كرم أبو سالم مغلق أمام المساعدات الإنسانية والشاحنات التي تدخل مؤقتا عبر كرم أبو سالم. خلال الستة أيام الماضية دخل عدد محدود من الشاحنات، يزيد على 700 شاحنة بقليل، وبالتالي هو عدد محدود للغاية، وعاد معظم الشاحنات التي كان من المفترض أن تدخل بالأمس إلى القطاع عبر كرم أبو سالم، عادت بدون الدخول وبدون إفراغ الحمولة الخاصة بها وتسليمها للمنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة، والتي تتحمل مسؤولية توزيع هذه المساعدات للأشقاء داخل قطاع غزة. فقد عادت بالفعل بدون إفراغ حمولتها حوالي 72 شاحنة عادت بالأمس، وكما ذكرت حتى الآن دخلت ما يزيد على 700 شاحنة بقليل إلى القطاع داخل كرم أبو سالم، والتي كانت قد بدأت هذه العملية منذ الأحد الماضي لدخول المساعدات بشكل مؤقت، إلى أن يتم الوصول إلى آلية قانونية يتم من خلالها عودة دخول المساعدات مرة أخرى من هنا من معبر رفح البري. كما تعلمون قطاع غزة يحتاج أكثر من 500 شاحنة يوميا تدخل بشكل منتظم حتى تلبي الحاجات الإنسانية الأساسية والحاجات الملحة داخل قطاع غزة في كافة القطاعات، ولكن ربما يزداد الحاجة على أكثر من 500 شاحنة مع عدم دخول الشاحنات اليوم، وأيضا مع الدخول المحدود لهذه الشاحنات خلال الأيام الماضية، وبالأخص منذ 7 مايو منذ بدء العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وقالت الأمم المتحدة إن حجم النقص في هذه المساعدات التي تدخل يزيد على الثلثين مما كان عليه قبل 7 مايو مع بدء العملية العسكرية والتوغل البري داخل مدينة رفح الفلسطينية. معظم المخابز لم تعد تعمل الآن داخل القطاع، فتحدث المكتب الإعلامي الحكومي عن توقف حوالي 98% من المخابز عن العمل نتيجة لنقص الوقود، وأيضا توقف معظم المستشفيات إن لم تكن كل المستشفيات في مدينة رفح الفلسطينية خصيصا، وكان آخرها مستشفى الكويت التخصصي التي توقفت تماما عن العمل نتيجة للقصف المستمر والمكثف على مناطق كافة مناطق قطاع غزة وبالأخص في رفح الفلسطينية. التوغل البري يصل الآن إلى المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في مدينة رفح، وحركة النزوح تزداد بشكل مستمر، وكان آخر إحصاء أعلنته الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن نزوح أكثر من 1 مليون شخص من مدينة رفح الفلسطينية،
حتى المناطق الآمنة التي يقول عنها الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة لحركة النزوح كمخيم المواصي أو منطقة المواصي ومنطقة مواصي رفح، فهي تقصف باستمرار. والقصف اليوم يطال عدد حتى من الأحياء الغربية كحي تل السلطان وأيضا الحي السعودي. هذه مجمل التطورات المتعلقة ب يعني عملية دخول المساعدات التي توقفت اليوم، وأيضا التطورات الميدانية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل هشام عبد التواب موفد إكسترا نيوز على كل هذه التفاصيل التي دائما ما بتضعنا فيها، يعني ما زالت المجازر مستمرة على أماكن متفرقة في قطاع غزة، وهذا بالتأكيد في ظل توقف الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية.